أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا
إلى بني إسرائيل في الكتاب وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
صدق الله.